فابن كلمات سيد الشيخ في رمضان المبارك وفي هذه المناسبة العطرة الطيبة، وهذا المساء كله لله إن شاء الله. لا إله إلا الله. يقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. في هذه الآية كما لا يخفى على الحاضرين جميعا أن الله عز وجل نبأ أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم بما أنزل على نبيه عليه الصلاة والسلام في هذه الآية، أن الله فرض عليهم الصيام كما كان قد فرض مثله على من قبلنا من الأمم. هذا أمر معروف لدى كل المسلمين الذين يقرؤون هذه الآية الكريمة ويفهمون معناها جليا واضحا. ولكن الشيء الذي أريد أن أتحدث عنه شيء آخر قلما يتنبه له أو قل من يتنبه له من عامة الناس، ألا وهو قوله تبارك وتعالى في آخر هذه الآية: لعلكم تتقون. فالله عز وجل جرت عادته مع عباده المؤمنين أنه إذا أمرهم بأمر أو شرع لهم بفرض جرت عادته أن يقتصر تبارك وتعالى على ذكر الأمر دون بيان الحكمة من ذلك، لأن الحكمة العامة من تكليف الله عز وجل لعباده هو أن يمتحنهم ويظهر من يطيعه منهم ومن يخالفهم ومن يخالفه تبارك وتعالى. ولكنه في هذه الآية ذكر شيئا غير معهود كثيرا في القرآن الكريم، ألا وهو تعليل الأمر بالصيام بقوله تبارك وتعالى: لعلكم تتقون. فإذا الحكمة من فرضية الصيام على المؤمنين ليس هو فقط أن يمتنعوا عن الملذات والمباحات من الطيبات، وإن كان هذا أمرا واجبا بالنسبة لكل صائم، ولكن ليس هذا هو المقصود فقط بهذا الصيام الذي ختم الله عز وجل أمره به بقوله تبارك وتعالى: لعلكم تتقون، أي إن الحكمة من شرعية الصيام أن يزداد المسلم طاعة لله تبارك وتعالى في شهر الصيام أكثر مما كان عليه قبله. ولقد صرح النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأوضح تمام الإيضاح هذه الحكمة الإلهية بقوله عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري أنه قال عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. أي إن الله عز وجل لم يقصد من فرضية الصيام الذي هو الإمساك في وقت محدود معروف لدى الجميع هو أن يمتنع هؤلاء الصوام من الطعام والشراب فحسب، وإنما ينبغي أيضا أن يمتنعوا عن ما حرم الله عز وجل من الذنوب والمعاصي، ومن ذلك قول الزور والعمل به. فالرسول صلى الله عليه وسلم يؤكد الآية: لعلكم تتقون، أي تتقربون إلى الله عز وجل زيادة عن إمساككم عن الطعام والشراب، أيضا أن تمسكوا عن المحرمات كالغيبة والنميمة
والزور وشهادة الزور والكذب ونحو ذلك من الأخلاق المحرمة كما نعلم جميعا. من أجل ذلك يجب أن يعلم المسلمون جميعا أن المفطرات للصائم ليست هي الأمور المادية فقط المعروفة إجمالا في الطعام والشراب والجماع، ليس هذا هو الصيام فقط. لذلك يفرق ويقسم بعض العلماء المفطرات إلى قسمين، وهذا هو مقصدي من هذه الكلمة في هذه الآونة المباركة إن شاء الله، لا سيما وقد جرت عادة الخطباء والوعاظ في شهر رمضان إذا تكلموا عن المفطرات للصيام إنما يتكلمون فقط عن المفطرات المادية مما ذكرنا آنفا من الطعام والشراب والجماع، بينما ينبغي عليهم كناصحين ومذكرين لعامة المسلمين أن يدندنوا كثيرا وكثيرا جدا حول القسم الثاني من المفطرات، ذلك لأن الناس اعتادوا أن يفهموا أن الصيام هو من النوع الأول الإمساك عن المفطرات المادية، ولكن هناك مفطرات أخرى هي مفطرات نستطيع أن نسميها بالمفطرات المعنوية، نستطيع أن نسميها بالمفطرات المعنوية. فقد سمعتم قوله عليه الصلاة والسلام آنفا: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. لذلك ينبغي على كل صائم أن يلاحظ نفسه، هل هو صائم فقط عن المفطرات المادية أم هو أيضا صائم عن المفطرات المعنوية، أي هل هو حسن أخلاقه وحسن سلوكه حينما دخل شهر رمضان المبارك؟ إن كان كذلك فقد حقق معنى قوله تبارك وتعالى في آخر الآية: لعلكم تتقون. أما من اقتصر في صيامه على الامتناع من الطعام والشراب وهو سادر وماضي في أخلاقه التي السيئة التي كان يمارسها قبل رمضان، فليس هو بالصيام المقصود من حكمة شرع هذا الشهر المبارك الذي أشار ربنا عز وجل إليه في قوله: لعلكم تتقون. لذلك نحن ننصح ونذكر إخواننا المسلمين بأن يتذكروا هذا المفطر الآخر المعنوي الذي قلما يتحدث عنه الوعاظ والمرشدون، فضلا عن أن يكون عامة المسلمين على ذكر وعلى تنبه لهذا النوع من المفطرات، ألا وهي المفطرات المعنوية. هذا الذي أردت أن أذكر به إخواننا الحاضرين في هذا المجلس الطيب إن شاء الله، حتى يكون ذلك سببا لهم في زيادة تقربهم إلى الله تبارك وتعالى في هذا الشهر المبارك شهر الصيام، الذي نرجو الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا للقيام بحق هذا الشهر المبارك من الإمساك عن المفطرات المادية والمعنوية. ثم بالإضافة إلى هذه
الكلمة أرجو أن تنتبهوا لما سيلقى عليكم من بعض الأمور التي أغفلها الجمهور من عامة المسلمين بل ومن خاصتهم. هناك حديث طالما أهمل بسبب حديث آخر لم يستطع جماهير الناس أن يجمعوا بينهما تطبيقا وعملا، ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام: لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطرة وأخروا السحور. فهنا أمران اثنان قد أهمل من أكثر الناس، ألا وهو التعجيل بالإفطار والتأخير بالسحور. أما الإهمال للأمر الأول ألا وهو التعجيل بالإفطار فإنه يخالف في ظن البعض حديثا آخر، وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تزال أمتي بخير ما عجلوا بصلاة المغرب. فإذا هنا أمران اثنان بالاستعجال بأمرين اثنين، فيبدو للبعض أنه لا يمكن الاستعجال بالأمرين كليهما معا. عليكم السلام. زغروا الحلقة، ذلك أفضل شرعا. إذا كان ما بضايقكم الأرض تكون باردة. الأمر بالجمع بين التعجيل بالإفطار والتعجيل بصلاة المغرب هذا أمر سهل جدا، وذلك مما بينه لنا نبينا صلوات الله وسلامه عليه فعلا وعملا، حيث كان عليه الصلاة والسلام يفطر على ثلاث تمرات، ثم يصلي المغرب ثم يعود فيتعشى إن وجد في نفسه حاجة إلى العشاء. نحن اليوم نقع في مخالفتين اثنتين: أولا نؤخر الأذان عن وقته المشروع، ثم بعد هذا التأخير يأتي تأخير آخر وهو أننا نجلس للطعام إلا قليل من الناس الذين يحرسون ويصلون المغرب في المسجد، لكن عامة الناس هم أولا يتأخرون حتى يسمعوا الأذان، فإذا سمعوا الأذان جلسوا للطعام كأنهم يتغدون أو يتعشون وليسوا هم في إفطار. الأذان اليوم في أكثر البلاد الإسلامية مع الأسف أقول، وليس فقط في الأردن، لقد عرفت ذلك بالتتبع، في أكثر البلاد الإسلامية يؤذن أذان المغرب بعد الوقت، والسبب في هذا أننا تركنا التمسك بالأحكام الشرعية وتطبيقها عملياً وتواكلنا على الحسابات الفلكية، ركننا إلى ما يسمى اليوم بالروزنامة بالتقويم. التقاويم هذه تجري على حسابات فلكية تحسب الأرض أرض مستوية، فتعطي حساب لهذه الأرض المستوية، بينما الأرض خاصة في بلادنا هنا تختلف بين انخفاض في وادي وبين هضبة بين جبل، فلا يصح أن يكون التوقيت واحدا يشمل الساحل ويشمل السهل ويشمل الجبل، لا، لكل أرض وقتها. ولذلك من كان في استطاعته في
حيث هو مقيم في بلده أو في قريته أن يرى غروب الشمس بعينه، فإذا ما غربت فهذا هو التعجيل بالإفطار الذي أمرنا به في قوله عليه السلام المذكور آنفا: لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر. لقد حرص النبي صلى الله عليه وآله وسلم على تطبيق هذه السنة تعليما وتطبيقا. أما تعليما فقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه: إذا أقبل الليل من ها هنا وأشار إلى الشرق، وأدبر النهار من ها هنا وأشار إلى الغرب، وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. إيش معنى فقد أفطر الصائم؟ أي دخل في حكم الإفطار، وحينئذ يأتي الحكم السابق الذي حض فيه الرسول عليه السلام على الاستعجال بالإفطار، والرسول عليه السلام كان يطبق هذا حتى وهو راكب مسافر. فقد جاء أيضا في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أحد أصحابه بأن يهيئ له الإفطار، فقال: يا رسول الله، النهار أمامنا، يعني ضوء الشمس ولو أنها غابت لكن لا يزال ضوءها ظاهر من الناحية الغربية. ما رد عليه الرسول عليه السلام، بل أكد له الأمر بأن يهيئ الإفطار. يقول راوي الحديث: كنا نرى النهار أمامنا، أي ضوء النهار ضوء الشمس، حينما أفطرنا لو أن أحدنا ركب ناقته لرأى الشمس. الشمس غربت من هنا، ورسول عليه السلام أمر أحد الصحابة أن يهيئ الإفطار. لماذا؟ للتعجيل بالخير، لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر. المهم أن نلاحظ أن الإفطار المستعجل به شرعا يجب أن يكون على تمرات، ثم التعجيل بالصلاة، ثم بعد ذلك يجلس الناس ويأكلون كفايتهم. هذا هو الأمر الأول الذي أحببت أن أذكر به، وهو الجمع بين الأمرين اللذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستعجال بهما: الأمر الأول التعجيل بالإفطار، والأمر الثاني التعجيل بصلاة المغرب. فالإفطار يكون على تمرات كما هو السنة، وإن لم يتيسر تمرات على جرعات مما، ثم تصلى الصلاة جماعة في المسجد. والأمر الآخر الذي أريد التذكير به وهو ما جاء في الحديث السابق: وأخر السحور، أي إن المطلوب أيضا عكس الإفطار، فالإفطار أمرنا عليه السلام بالاستعجال به، أما السحور فينبغي التأخر به، والواقع اليوم خلاف ذلك تماما، حيث أن كثيرا من الناس يتسحرون قبل طلوع الفجر ربما بساعة. هذا ما ينبغي، هذا خلاف السنة القولية والسنة العملية. لقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتأخرون بالسحور حتى يكاد أحدهم أن يسمع الأذان وهو يأكل، يتأخر في السحور. بل قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث
صحيح وفيه بيان يسر الإسلام الذي يعتبر عليكم السلام الذي يعتبر من قواعد الإسلام التي يفتخر بها المسلمون، ولا سيما وما كان منها متعلقا بالصيام، حيث أن الله عز وجل ختم الآيات التي ساقها بخصوص الصيام ختمها بقوله عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فمن اليسر قوله عليه الصلاة والسلام: إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه. إذا سمع أحدكم النداء والإناء، إناء الطعام سواء كان حليبا شرابا ماء أي شيء مما يتسحر به المتسحر، فسمع الأذان فلا يقول الآن حرم الطعام، لا، يحرم الطعام بالأذان لمن كان مكتفيا منه، فلا يجوز له أن يزداد شرابا أو فاكهة وقد قضى وطره من كل ما هو كان يأكل منه. أما إذا سمع الأذان وهو لما ينتهي بعد من أن يأخذ حاجته من طعامه وشرابه، فرسول صلى الله عليه وسلم يبيح له ذلك، فيقول صراحة وبلسان عربي مبين: إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته أو يفرغ من حاجته منه. والمقصود هنا بالنداء هو النداء الثاني، الأذان الثاني، وليس هو الأذان الأول الذي يسمونه خطأ بأذان الإمساك. هذا يجب أن نعلم أنه ليس له أصل أن نسمي الأذان الأول أذان الإمساك. الأذان الثاني هو أذان الإمساك، وهذا في صريح القرآن، لأن الله عز وجل يقول: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. إذن إنما يحرم الطعام في الوقت الذي تحل فيه صلاة الفجر، لا فصل بين الأمرين، لا إمساك ربع ساعة أو أقل أو أكثر بين وقت حل صلاة الفجر وبين وقت تحريم الطعام أبدا، لأن الصلاة إنما تجب بطلوع الفجر الصادق، والطعام يحرم على الصائم بطلوع الفجر الصادق، فليس بين الأمرين فصل إطلاقا. لذلك جاء في الحديث المتفق عليه بين البخاري ومسلم من حديث عبد الله ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يغرنكم أذان بلال، لا يغرنكم أذان بلال أي الأذان الأول، فإنما يؤذن ليقوم النائم ويتسحر المتسحر، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. ابن أم مكتوم واسمه عمر، وهو كان ضريرا، وهو الذي نزل في حقه قوله تبارك وتعالى: عبس وتولى أن جاءه الأعمى، إلى آخر الآيات. هذا هو كان يؤذن الأذان الثاني
الأذان الذي يحرم به الطعام ويحل به صلاة الفجر. كيف كان يؤذن وهو ضرير؟ هذا سؤال يري بطبيعة الحال على أذان بعض الناس. لقد كان عمر ابن أم مكتوم رضي الله تعالى عنه يصعد على ظهر المسجد، هو لا يرى الفجر، لكنه ينتظر أحد المارة الذين يمرون به، فإذا رأوا الفجر قد سطع وانتشر في الأفق قالوا له أصبحت. حينئذ يؤذن. فأنتم تلاحظون هنا أن أذان عمر ابن أم مكتوم كان بعد أن طلع الفجر ورأوا الناس وهم يمشون في الطرقات. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حينئذ إذا قيل له أصبحت أذن. فإذا في الأمر سعة، حيث أن المؤذن كان يتأخر في أذانه حتى يسمع الناس يقولون له أصبحت. ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم النداء والإناء على يد أحدكم فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه. فصدق الله عز وجل حينما قال في أواخر تلك الآيات المتعلقة بالصيام يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فإذا من الفقه المستنكر والمخالف لهذه السنة أن يقول القائل أن الصائم إذا سمع الأذان واللقمة في فمه فعليه أن يلفوها، هذا تنطع وغلو في الدين. ورب العالمين وعظنا وذكرنا في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ألا نغالي في ديننا، فحكى في القرآن الكريم قائلا يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. وقال لنا رسولنا صلوات الله وسلامه عليه إياكم والغلو في الدين، فإنما هلك من قبلكم بغلوهم في دينهم، أو قال عليه السلام إنما أهلك الذين من قبلكم غلوهم في دينهم. فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بين لنا أن في مسألة سحور المتسحر سعة وفسحة، حتى قال إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه، فهذه مشاقة لله وللرسول أن يقول الإنسان للذي سمع الأذان واللقمة في فمه الفضها وارميها أرضا. هذا ليس من السنة، بل هذا هو خلاف السنة وخلاف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم الصريح. وقد سئلت كثيرا فلا أدع مجالا لتوجيه مثل هذا السؤال، فأقدم إليكم سلفا أن هذا الحديث موجود في أشهر كتب السنة التي منها سنن أبي داود، وهو الكتاب الثالث من الكتب الستة المشهورة، أولها صحيح البخاري، ثانيها صحيح مسلم، ثالثها سنن أبي داود. هذا الحديث موجود فيه، وكذلك رواه أبو عبد الله الحاكم في مستدركه،
وكذلك أخرجه الإمام إمام السنة أحمد بن حنبل رحمه الله في كتابه العظيم المعروف بمسند الإمام أحمد. فهذا الحديث إذن ليس من غرائب الأحاديث، بل هو من أحاديث المشهورة والتي رواها أئمة السنة القدامى وبالسند الصحيح. وهنا أقول خاتما لهذه الكلمة، لعل أحدكم لديه سؤال فنجيب عليه إن شاء الله، أختم هذه الكلمة بقوله عليه الصلاة والسلام: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، وفي رواية: كما يكره أن تؤتى معصيته. روايتان: كما يحب، إن الله عز وجل يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. الرواية الثانية: كما يكره أن تؤتى معصيه. ولذلك فما ينبغي للمسلم أن يتورع تورعا باردا ويستنكف عن إطاعة النبي صلى الله عليه وسلم فيما حضنا عليه ولخصنا فيه. وبهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين. وإياكم.